واحد بيقول هل ممكن اختصر اعترافي للكاهن اللي في قوته باني اقول اني مخالف للوصايا العشر؟ الوصايا العشر مش كل حد. في العظة على الجبل اضيفت اشياء كثيرة ما كانتش موجودة في الوصايا العشر. ثم لما انت تقول انا خالفت الوصايا العشر ما قلتش حاجة وجاي تكون بتكذب، هقول لك ليه بتكذب. لان الوصايا العشر بتقول لا تكن لك آلهة اخرى امامك، فهل انت لك آلهة اخرى ولا بتكذب؟ الوصايا العشر بتقول لا تصنع لك تمثالا منحوتا الى اخر، فهل انت عملت كده؟ يعني اذا كنت بتخاف على وقت ابونا ركز ركز، لكن ما تنكرش. يعني مثلا بتغضب قل لي ابونا انا بغضب، عشان تركز قل له انا بغضب وبغلي من جوه وبتكلم كلام صعب وساعات اتنرفز وساعات اخبط الباب اللي قصادي وساعات ازعل وساعات اشتم. كل دي حاجات مركزه لكن تعطي فكره عن خطيتك. لكن ساعات واحد يقعد مع ابونا يقول لي ابونا انا غضبت مع فلان، اصل انا قابلته يوم الاربعاء وانا كنت مشغول ساعتها لان كان عندنا محاضرة وتأخرنا فيها وخرجنا متأخرين، احنا مالنا بالحاجات دي كلها. وبعدين قابلني وفتح معايا موضوع كذا وكذا ويقعد يسرح لغاية لما اكون اسرح. ركز في العناوين الأساسية وقل وريح ضميرك.